محافظ صلاح الدين يرسل الاجتماع الأول لتحديد أولويات المشاريع ويؤكد ضرورة تحديد الأهداف مع التخصيص المالي. محافظ صلاح الدين يلتقي المواطنين غرب تكريت ويرفض التعدي على الأملاك العامة وإلحاق الضرر بالصحة. المواطنون يتفاءلون بخطط محافظ صلاح الدين للإعمار والإصلاح، وقلق شعبي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل حلول رمضان. ارتياح سياسي وشعبي لتوجهات الكاظم تأهيل علاقات العراق العربية، والاستخبارات تحبط مخططا دمويا لتعكير طقوس رمضان.